أعزائي مشاهدي قناة النجم الذهبي، أهلا بيكم معنا في شركة السراج لاستيراد الأبواب المصفحة فرعي كفر الشيخ، الفرع الأول في تقسيم النيابة العامة اللي احنا موجودين بيه دلوقتي، امتداد شارع المصنع بجوار سيراميكا رويال، والفرع الثاني طريق صبر القاضي أمام مسجد الإيمان في مختار الوكيل. ومعنا المهندس محمد الدسوقي هيقول لنا الأبواب المصفحة للسراج تختلف عن الأبواب المصفحة الأخرى. أهلا بيك معنا. أهلا يا فندم، الله شرفتونا. الله يخليك. أولا شرفتونا، وبعدين في هنخش في الموضوع على طول، لأن في فرق كبير بين الأبواب المصفحة للسراج وأبواب مصفحة متداولة حاليا. إيه بقى الفرق؟ يعني يا فندم لو خدنا مثلا لقطة كده هنشوف مثلا الخباطة دي. الخباطة ديت ستيل صافي. مش صفيح كده مطلي وخلاص. ده ساعتك في فرق هنا. ده المتداول، رغم ان ده باب السراج ان هو مختلف عن دي. كل الابواب الموجوده في السوق ما تلاقيش خباطه زي دي، ادي الميزه. الميزه اول واحده. تاني واحده ان الالوان بتاعتنا طبيعيه. الوان طبيعيه. تشوفي الالوان زي دي كده تلاقي ناعمه. على السجاب بتاعنا هناك تلاقي خشنه، تحس ان هي مكتوبه. يعني اظن الجوده بتاعتها افضل، جوده عاليه، والاكسسوار امتن واحسن. يعني وهتلاقي نفس الباب ده موجود في ناس تانية بس ارخص. بالظبط. وارخص ليه بقى؟ كمان التصفيح بتاعه تصفيح كامل. مفيش تصفيح، مفيش في مصر تصفيح كامل غير السراج. وكمان في حاجه انا شفتها هنا جنب الباب ده لسه في كمان الجوده بتاعتنا خدمه ما بعد البيع. ان هي اسم السراج مكتوب على الكوالين، يعني مش ممكن يتقلد اصلا، مش ممكن. وبعدين ما بنخافش مثلا، يعني بالعربي كده زي ايه كده، الختم ده بيقولك احنا السراج. طب الاسعار بتتناول من كام لكام؟ يعني عندك الباب الاولاني ده والله هو الباب التركي عموما غالي جدا على فكره. يعني يقولك مثلا ايه بره 3-3.5-4، الكلام ده كلام فاضي. مش تركي اصلا، معمول تحت السلم. لكن الباب الحقيقي بتاعنا اللي هو ده يعني بيتراوح من 4.5، وفي بخمسة، وفي لو دخلنا جوه كده بستة، حسب بسبعة، حسب الاكسسوارات بتاعته وحسب التصفح جوه. وفي بروز وفي حاجات تانية خالص. يعني دي طب تعالى نشوف كده في باب يعني هنا. يعني حضرتك مثلا الباب ده ليه بوابة؟ ده سعادتك مثلا ده بوابة. دي بوابة. دبل، اسمه دبل. يعني اسمه الباب أمان المصفح الأمان. ده الباب، ده الباب بتاعه وده البوابة بتاعته. امان الامان. والابواب كمان ليها اتنين. ايوه يا فندم، ده ليها اتنين وهنا اتنين غير الدليفري. في حاجه اسمها دليفري. واخد بالك؟ يعني سعادتك كده نجرب كده مثلا الكوالين. الكوالين دي كلها. طيب بص اقول لك التركيب عليكم ولا هو ممكن يركب مع نفسه؟ يعني شامل التركيب وشامل كل حاجه ولا شركه إيه؟ المفروض بنشتغل بالجمله. مش معرض. بس احنا لما بيجي لنا زبون وعندنا دكاتره في الموضوع ده، يعني عندنا اساتذه في التركيب. يعني احنا اصلا اساسا يعني انت جمله بيع بالجمله. ابواب تتراوح من 4000 الى 5-6-7. طيب هل يا ترى في ابواب تانية مثلا للغرف، في شبابيك؟ عندنا ابواب غرف. ابواب غرف برضه السراج. طبعا احنا بيجي لنا مصنعين اصلا في تركيا. بيجي لنا احنا استيراد. مش معارض. بيجي لنا على طول مباشر للمعرض بتاعنا. يعني انت الميزه دلوقتي اللي انت عندك جميع الاسعار بجوده عاليه. طبعا. زائد كمان التركيب، مش كده؟ التركيب طبعا، والفوم على حسابنا والتركيب على حسابنا ومسامير التثبيت وحاجات كتير. طب قول لي بقى، عشان قناه النجم الذهبي هتعمل عرض لكل اللي تبع قناه النجم الذهبي، تعمل لهم عرض؟ هو في مفاجاه، يعني احنا عيد ميلاد ابني يوم 6/6. جميل. فاحنا هنعمل 10% خصم فعلي، مش على جميع الابواب، فعلي. يعني باب مثلا عندنا ب4 هنشيل 400 جنيه، باب ب6 هنشيل 600 جنيه فعلي. ودي اعلان وكلمه. يبقى اعزائي مشاهدي قناه النجم الذهبي، عشان عيد ميلاد اسمه ايه؟ عبد الله محمد الدسوقي 6/6. اي حد هيجي احد فرعي كفر الشيخ لشركه السراج ليه خصم 10% يوم 6/6. لا من 6/6 كمان، وعشان تشريفكم انا هعملها من يوم 5 اللي هو يوم السبت بكره لحد يوم 10، يعني طول الاسبوع.
أعزائي مشاهدي قناة النجم الذهبي، مفاجأة سارة، مش 6/6، طول أسبوع من أول 5/6 إلى 10/6 خصم 10% على أبواب السراج، الأبواب المصفحة، وعرض حقيقي. طبعا فعلي، هتحاسب على الكلام. وبعدين طب ناخد لفة بس عشان نشوف الأبواب، شوف الباب ليه لمعة. الباب الطبيعي شوف اللمعة بتاع ساعته، ده تركي أصلي. شوف الباب عامل ازاي، شوف الاكسسوارات، القبضه دي عامله ازاي. يعني احنا بنقول ان جوده عاليه وسعر ارخص، زائد تركيب، زائد تعالى هنا حضرتك كده، وانت هترهب من 10% ولا ايه؟ زائد 10% اسبوع كامل من 5/6 الى 10/6 اسبوع كامل 10%، اي باب عليه 10 من 400 لغايه 600. شركه السراج ايوه براحتكم خالص، يعني حسب مو الباب، يعني هو هيتخصم 10% بالظبط. الفاتح من الساعه كام للساعه كام بقى؟ احنا بقى من 10 لحد الحظر 11، من 10 ل 11. اعزائي مشاهدي قناه النجم الذهبي، معاكم بنشكر مهندس محمد الدسوقي وفرعي كفر الشيخ لشركه استراد لاستيراد الابواب المصفحه. وما تنسوش خصم 10% من يوم 5/6 الى 10/6، انتهزوا الفرصه. شكرا لك، شكرا، شرفتونا والله. شكرا تحت امرك وتحت امر جفاني. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، الى اللقاء. كنا بنشوف مهندس محمد الدسوقي وهو بيشرح لنا بقى بيبان الغرف والشبابيك. ده باب حمام تركي برضه كده، وده في انواع بتاعه، وده جرار كده، وفي منه بيرت عادي تمام. وعندنا ابواب بلكونات، عندنا ابواب غرف وحمامات. ابواب الغرف 90 سم وابواب الحمامات 80. دي ابواب الغرف ما شاء الله هنا 90 سم. واللي عاوز يعمل، على فكره اللي عاوز يعمل حتى على الطوبه يسير 90 سم او 92 سم، الطول 215. وحتى لو انت عندك بويه ما تركبش اللي هو الدرق. وهنبص الباب تاني اول، بس بنصح الجماعه اللي بيوضبوا الشقه اذا كانوا كده ولا يعني ما يعملوش حلق خشب، عشان ده الحلق ده بيتركب على طول مباشره بالفوم مع الطوب. تمام. وفي حاجه اقولها بس، اجيب حاجه هنا عشان اوريكم حاجه عملي، فرق بينه وبين الصين. يعني كده ما تكسرش، حضرتك تدوس عليه ما تكسرش، اهو كده، ده اسمه كليرنس اهو كده، ده كليرنس اقوى من الخشب. فده الباب بتاعنا، باب التركي الاصلي. لو الصيني تعمله كده او اي باب ثاني يتفرقع على طول. طيب ده على الطبيعه. تمام. شكرا. اعزائي مشاهدي قناه النجم الذهبي، ما تنسوش معانا العرض والمفاجاه من يوم 5/6 الى 10/6، العرض 10% لأي حد يجي يشتري في شركة استيراد للأبواب المصفحة. وانتظرونا الجديد والجديد في فرعي كفر الشيخ والفروع الجديدة بإذن الله. إلى اللقاء. شكرا.